أولت مختلف الأوساط في هونغ كونغ اهتماما كبيرا بالخطاب الذي ألقاه الرئيس الصيني سي جين بينغ في حفل افتتاح الدورة الثالثة لمعرض الصين الدولي للاستيراد. وقالوا إن إعلان الرئيس سي عن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الصين لتوسيع انفتاحها سيجلب فرصا جديدة للعالم، وستلعب هونغ كونغ دورا نشطا وفعالا لتعزيز مشاركتها في التنمية الشاملة للبلاد. تحدث الرئيس كثيرا عن اتجاه تنميتنا. نحن بحاجة إلى تعزيز نمو وتوسيع التنمية المالية وتوسيع علاقاتنا مع العالم، وهذا في الواقع تشجيع كبير للمستثمرين الأجانب. إن التنمية في البلاد جيدة، ويجب أن تعمل هونغ كونغ بجد للقيام بعمل جيد واستخدام مزايانا والقيام بعملنا بشكل جيد مع التعاون في تطوير أجزاء مختلفة من منطقة الخليج الكبرى. نتحدث عن التداول الداخلي. في الواقع لا يمكن فصل التداول الداخلي عن التداول الدولي، ولا يمكن فصلهما. ما هو الدور الذي تلعبه هونغ كونغ؟ هو دور التمويل. هونغ كونغ لديها بالفعل بعض الاتصالات الدولية، لديها خبرات طويلة وغنية. سيتم استخدام الخبرات المالية لها في التداول الداخلي، وهذه هي كيفية اندماج هونغ كونغ في منطقة الخليج الكبرى والوضع العام للنمو الوطني.